الفائز الحقيقي في الحياة ماشي الأكثر سرعة في القيادة ولكن الأكثر حذر. تبدا البرنامج فيديليتي باي أكسا غادي تستافدوا من رصيد ولاء اللي كيتزاد عام بعد عام وكيقدر يوصل حتى ل 5000 درهم يمكن لكم تستعملوه في حالات حديثة. أكسا رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. مشاهدي شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من ميكروسبور. سؤالنا نهار اليوم غادي نتكلموا فيه حول القرار اللي يمكن للجامعه الملكيه انها تحسم فيه في الايام المقبله من سنه 2016 واللي كيدور حول يعني فرض الضرائب على اللاعبين وعلى المدربين. باش نعرفوا اراء المغاربه غادي نهبطوا الشارع المغربي ونستقبل لكم الاراء. ابقوا معنا. رد عليهم ضريبة إلا كان عندهم تا هما شي أرباح من وراها، إلا ما كان عندهم مساك علاش يخلصوا الضريبة؟ يخلصوا لاسيرونس، يخلصوا سمي مازال لاسيرونس مهمة. القرار اللي غادير ديال الضرائب راه مزيان، يقدر ينفع بحال أوروبا تا هما كيخلصوا الضرائب عامة، باعتبار الضرائب خاصها ضروري تأدى جميع. قرار مزيان كيخص الدولة كاملة. ضريبة على اللاعب مزيانة مزيانة من ناحية كلشي. كنظن منطقية مهما كيتقاضوا أجور عالية، أنا كنظن منطقية. كلاعب خصهم يخلصوا الضريبة وما عندهم حد هذا المدخل الكبير خصهم يخلصوا الضريبة. هذا هو الرأي ديالي أنا. إلا كانوا كياخذوا هما بالنسبة للمزيان ديالهم، إلا كانوا زعما كياخذوا كيتخلصوا مزيان وشي حاجة من حقهم يخلصوا الضرائب. مزيان وخايب في نفس الوقت، فهمتيني؟ حيت كاين شي لاعبين اللي هما ما خصناش كاع نهضروا عليهم، فهمتيني؟ كيتخلصوا شي حاجه اللي هي قليله وسميتو ما يمكنش لهم يخلصوا الضرائب. انا مع اللاعبين يخلصوا الضرائب كالمدربين وكالمواطن لانه في صالح البلاد ديالنا وما يبقاوش يتهرب. يمكن يكون قرار صائب على حسب اللعابه كيخلصوا الضرائب مزيانه. المدربين بالنسبه للمدرب يخلص، اما بالنسبه للاعب ما عرفش يدخل هيدا اللي كل يخلص هو. راه مزيان يطبقوا كلشي اللي يخلص كلشي يطبق عليه القانون، اش المواطنين يتحكروا اللعابه والمدربين ما يخلصوش، راه ماشي قانون ما والو هذا. اللهم كلشي يخلص ولا حتى واحد ما يخلص. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية الحلقة من ميكرو سبورت. سؤالنا النهار اليوم كان على يعني الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القرار ديالها في الأيام القليلة المقبلة على يعني لاعبين وعلى المدربين بأنهم غادي يبداو يخلصوا الضرائب. نزلنا الشارع المغربي باش نعرفوا آراء المغاربة. بزاف ديال المغاربة قالوا بلي هذا القرار غير صائب لأن اللاعبين والمدربين يعني ما كيتقاداوش واحد المبلغ كبير يسمح لهم بأنهم يخلصوا الضرائب، وبزاف ديال المغاربة قالوا بأنه قرار صائب. بهذا مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة من ميكرو سبورت. موعدي كيتجدد بكم في حلقة أخرى رياضية بامتياز دائما على شوف تيفي. إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشة شوف تيفي ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.